وللحديث أكثر عن قرار السلطات الفرنسية منع ارتداء العباءة في المدارس وتداعيات ذلك على الأقلية المسلمة في البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الأستاذ عبد الله بن منصور. حياكم الله أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عبد الله، بداية جدل جديد في فرنسا كما تعلم بعد منع السلطات هناك ارتداء العباءة في المدارس. بداية، كيف تلقى المسلمون في فرنسا هذا القرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ملاحظة أن الآن رئيس مجلس مسلمي أوروبا من جديد اللي هو اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا سابقا، يعني يبدو التعريف فيه قليل من عدم الاكتمال. أما فيما يخص هذا القرار، نحن في فرنسا يعني للأسف تعودنا على أنه كلما انخفضت معنويات المجتمع الفرنسي، كلما فشلت الحكومات المتعاقبة في برامجها التنموية، كلما حولت الرأي العام وجندته ضد الإسلام وظهور الإسلام، فهي قضية بالنسبة لنا متكررة، يعني تقريبا كل سنة سنتين ثلاثة فيه حملات هكذا، آخرها هي قضية العباءة. فرنسا تشكو من مشاكل اقتصادية، مشاكل مالية، فيه تضخم، فيه مشاكل في المستشفيات، فيه مشاكل في المدارس، فيه مشاكل في الشرطة، في كل مجالات المجتمع هناك مشاكل تعيق الحكومة، ولأنها فشلت كما ذكر في تقريركم في معالجة كثير من هذه المشكلات، تريد أن تحول الرأي العام إلى أن الخطر الذي يهدد فرنسا والذي يهدد العلمانية هو هذا الحجاب أو هذا اللباس الفضفاض الذي تلبسه بعض المسلمات في المدارس. فهي بالنسبة لكم ربما يعني قضية عجيبة غريبة، لكن بالنسبة لنا هو أمر طبيعي تعودنا عليه من عشرات السنين. للأسف الشديد فرنسا تستعمل الإسلام ككبش فداء لتبرير فشل أغلب الحكومات في التنمية. طيب. ومعنويات الشعب الفرنسي هذه الأيام، يعني معنوياتنا في هذا منخفضة بحكم ما ذكرتم، يعني في الإشكال في إفريقيا، في أغلب الدول الإفريقية فيه موجة ضد فرنسا في كثير من الدول، فيريد أن يؤلب المجتمع الفرنسي ضد هذا الظهور. هذه يعني الإشكال الأول. إشكال ثاني لاحظنا وبدون تخطيط منا الحقيقة، هذا يعني أجندة الله كما نقول، في الأشهر الأخيرة تحول كبير للشباب نحو الإسلام، ورأينا هذا في رمضان المرة الماضية، والفتيات المسلمات مش بالضرورة أنها ملتزمة بالإسلام، ولكن ملتزمة بهذا اللباس المحتشم، يعني حتى إن لم تكن لا تصلي. وأثر ذلك في زميلاتهن، في أصدقائهن، وصار فيه تأثير يعني للحضور الإسلامي في الشباب غير المسلم، وهذا طبعا أزعج يعني الحكومة والمراقبين، ويريدوا أن يضعوا حدا بالقانون لهذه الظاهرة. ونحن تعلمنا أن القوانين لا يمكن أن تغير العقائد ولا يمكن أن تغير الأفكار، لكن للأسف فرنسا عودتنا. قبل كان ضد اليهود، يعني جندت قوانين شديدة جدا ضد اليهود، وبعدين ضد البروتستانت، اليوم ضد المسلمين، ونحن يعني نصبر على ذلك. طيب. وفيه قرارات طيب أستاذ عبد الله، يعني هذا الأسلوب، أسلوب الحكومات المتعاقبة في فرنسا في جعل المسلمين كبش فداء لفشلها الداخلي، فشل هذه الحكومات الداخلي، يعني إلى أي مدى بات الآن ينطلي هذا الأسلوب على المواطنين الفرنسيين أنفسهم؟ يعني العقلاء منهم وكثير منهم يعلمون أن ذلك فقط هي شماعة، ولكن للأسف الشديد لما يكون المواطن الفرنسي يشكو من عوز حقيقي اقتصادي مالي، عنده قدرة شرائية منخفضة جدا، فيه تضخم عالي جدا، ما فيه أماكن كافية في المستشفيات، ما فيه أطباء كافيين، ما فيه ممرضات، الشرطة تحولت إلى نوع من الشدة
لمكافحة المتظاهرين السلميين. يعني فالمواطن الفرنسي عندما يشتد عليه الضيق يعني هو نفسانيا يرغب في أن يجد كبش فداء. فلذلك كثير من الناس رغم أنه لو فكروا قليلا يعلمون أن العباءة ليست هي سبب مشاكل فرنسا، وإنما هو عدم إجادة إدارة الحكومات، ولكن يعني الشعب الفرنسي ليس ذلك الشعب الذي يفكر والذي يأخذ حذره، هو ضحية للإعلام، والإعلام يعني بأيادي ترغب في إدارة الرأي العام ضد الوجود الإسلامي، مع أنه فيه تواطؤ للأسف من جهات أيضا حتى جهات عربية وجهات عالمية، فيه تواطؤ للحد من الحضور والوجود الإسلامي في فرنسا. في المقابل أستاذ عبد الله، يعني حبذا لو تطلعنا على الجهود التي بذلتموها أنتم في اتحاد المنظمات الإسلامية للتخفيف من هذه الضغوط على المسلمين. أولا نحن ما زلنا نكرر ونعيد، المسلمون في فرنسا هم جزء من المجتمع الفرنسي، هم مواطنون فرنسيون، يصيبهم ما يصيب باقي الشعب الفرنسي من أزمات اقتصادية، وكل المشاكل هي تنعكس كذلك على المسلمين. والمسلمين لا يريدون أسلمة فرنسا، ولا يريدون إرغام الناس للدخول الإسلام، وإنما هم يريدون أن يعيشوا حياة تضمنها القوانين، ولكن تعودنا للأسف الشديد على هذه الحملات، لذلك لا تؤثر علينا كثيرا، خاصة أن اختيارنا نحن هو أن نطالب المحاكم ونطالب مجلس الدولة بأن يوقف هذه. وكثير من الأحيان يعني مجلس الدولة يتخذ قرارات لمنع مثل هذه القوانين، ووزير الداخلية عندنا في السنة الماضية أكثر من 30 مرة يعني حكمت المحاكم ضده لقرارات تتخذ بهذه الطريقة. فنحن نلجأ للقانون ونلجأ للاحتمال وللصبر، يعني وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني تعتبر أن هذه القرارات وهذه التصرفات لربما تكون مؤقتة، وريثما لربما تمر يعني هذه الثورات في أفريقيا ضد فرنسا؟ هو يقينا يعني دوام الحال من المحال، احنا تعودنا والتاريخ علمنا ان هذه القضايا لن تستمر. يعني بالنسبه للنفوذ الفرنسي في افريقيا، يعني دون ان نتكلم في السياسات الخارجيه، هذا النفوذ يعني صار من عده سنوات يعني هو في ضعف ويؤثر، لكن هذا ليس في الاشكال الرئيسي بالنسبه للمجتمع الفرنسي. أما المجتمع الفرنسي يعني الشعب عام الشعب، هي القضايا الاقتصادية التي تؤثر فيه، وتأتي هذه الموجات الإعلامية الموجهة ضد المسلمين لتصرف نظره، بس سيكون ذلك مؤقتا، وستأتي مشكلة أخرى وينصرف النظر إلى قضية أخرى. ولو كانت القوانين يعني تغير من الواقع شيء لاختفى الحجاب من فرنسا، وفرنسا فيها يعني الحجاب منتشر يعني من أكثر الدول الأوروبية، رغم أن القوانين تمنع دخول المسلمات للمدارس بالحجاب. فقضية لا إكراه في الدين، لا يمكن أن نفرض على الناس النزوح عن الإسلام بالقانون، قضية لن تصل، فهي موجة عابرة وسوف تنقطع إن شاء الله. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من باريس، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الأستاذ عبد الله منصور. أتمنى أني قد كنت يعني وصفت المنصب بشكل صحيح. شكرا جزيلا لك.